كورونا بداية انتشاره كانت في منطقة في الصين اسمها ووهان، وفيروس حوثونا بدأ انتشاره من منطقة اسمها مران. انتشرت العدوى وعمت ضحايا معظم أرجاء اليمن. شيعت جموع غفيرة من المواطنين في عمران شيع في مديرية الروضة شمالية العاصمة صنعاء شيع إلى روضة الشهداء بشبام كوكبان ودع الدمار ومديريتها ثلة من أبنائها شيع أبناء مديرية المحابشة زف الدمار وصنعاء كوكبة من الشهداء العظماء كما شيع أبناء مديرية دوران آنس محافظة الدمار شيعت بالعاصمة صنعاء ظهر اليوم جثامين وعدد من الشهداء قبائل الحيمة شيعت بموكب جنائزي مهيب زف الوطن كوكبة من رجال الله شيع صباح اليوم في بيت معياد بالعاصمة صنعاء شيع أبناء مديرية ظهران أنس إب الأبية زفت كوكبة من الكرام شهداء ودعت صنعاء كوكبة من الشهداء وفي تعز شيع جثمان الشهيد شيعت مختلف المحافظات اليمنية ثلة من الشهداء وهكذا وصلت جنائز التشيع إلى كل منطقة أصيبت بهذا الفيروس. طبعا معروف عن كورونا أنه يصيب الجهاز التنفسي صح؟ أما فيروس حوثونا وأن يصيب ما يصيب المخ مباشرة والعقل، وإذا أصاب شخص الفيروس هذا يصير مستعد يقتل نفسه حتى بدون أي سبب. ورسالتنا إلى السيد القائد بأننا والله لو أمرتنا بقتل أنفسنا إننا حاضرون وجاهزون لتنفيذ ذلك الأمر. شفتوا أين خطورة هذا الفيروس؟ أنه خلى شخص مثل هذا ومثله كثير المفترض أن عندهم عقول أنه مستعد يقتل نفسه لمجرد أن سيد الفيروس طلب منه يقتل نفسه، ولهذا تجد عدد الضحايا بالجملة. وفي هذا المعرض تشاهدون 4042 شهيداً قدموا أرواحهم ويعني يزيد طبعاً عدد الشهداء في هذه المحافظة على 4200 شهيد. آنس التي قدمت إلى حتى الآن أكثر من 2000 شهيد. مدينة السبعين عزيزي قدمت إلى الآن 100 شهداء. بمناسبة تكريمنا عدد 140 شهيد من أبناء مديرية الوحدة. نشارك هنا يعني في جميع الجبهات. نعم بهم نعم. يعني عندنا إحنا يعني قد إحنا المخلف العاثر. يعني من عندنا 360 غير من عندنا المخلف قد إحنا المخلف يعني التاعبين. المخلف التاعبين هذا بيقول لكم مخلف يعني منطقة في إحدى المديريات صغيرة يعني مخلف عاثر قدم 360 ضحية أصيبوا بهذا الفيروس ومحرج إنه قدم 360.